دوامة المونديال محمد الخميسي على إيفام أحلى راديو. إيفام أحلى راديو، أهلا وسهلا ويا مرحبا. سلام عليكم الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا وين ما كنتوا، داخل أو خارج حدود الوطن، وين ما يوصلكم صوت إيفام. نقول لكم إن شاء الله نهاركم مزيان ونهاركم أسعد الأيام في هذه البرمجة الخاصة بالمونديال، دوامة المونديال، حلقة جديدة وضيف جديد، ضيف له من الذكريات الكثير مع المونديال. هات نتعرفوا عليه توت سويت مع إيا بالغايب. ضيفنا اليوم هو لاعب كرة قدم دولي سابق، لعب كمهاجم في النجم الرياضي الساحلي، الترجي الرياضي التونسي، الريان القطري والشباب السعودي، وهو من أهم اللاعبين اللي شاركت في كأس العالم 98 و2002 مع منتخب النسور. شرف عظيم وإحساس بالفخر والاعتزاز، وأنها أكبر تظاهرة في الكون تكون في دولة عربية شقيقة وصديقة. عندنا فيستير صافية متاع جروب سوليدار، يعرف شنو قاعد يستنى فيه حتى على المستوى الفردي. فما كوتا متاع ملاعبية، فما اللاعبية تضرب على أسماها وعلى على المردود والمستوى متاعها. اللي ما لعبش في الكيب ناسيونال ديما ناقص التوحاش اللي توالوا كلوب والترجي وصفاقس، مع كامل احترامات الجمعيات كلها الكبار في تونس، ديما الكيب ناسيونال ووطن دولة وطن. يجي بحذنا اليوم باش نحكيو على أداء المنتخب التونسي، أهم مباريات كأس العالم، التحضيرات لمباراة تونس وأستراليا، إمكانية التأهل للدور الثاني، ذكرياته مع المنتخب التونسي في كأس العالم وغيره، مع اللاعب الدولي السابق رياض الجلاسي. ضيفنا وضيفكم في دوامة المونديال. شكرا ايا بالغايب، ضيفنا وضيفكم اليوم لاعب دولي سابق وأيضا في مسيرته في النادي الإفريقي، باش ما ننساوش رياض الجلاسي. مرحبا. عايش محمد، مرحبا بكم، مرحبا بالسادة المستمعين تاعنا على اكسبريس اف ام. لا اي اف ام، هذه اكسبريس قدامنا شوي في اللكة على اي اف ام، عفوا. مرحبا بك رياض الجلاسي، سعيد انك موجود بعدايا. كنت موجود قبل في الدوامه، لكن هذه دوامه المونديال باش نحكيوا على كاس العالم ومشاركه منتخبنا. البدايه خلينا نبداو ديريكتومون في الماتش الجاي بعد غدوه تقريبا، توقعاتك لمباراه تونس استراليا من الجانب التكتيكي على الاقل، خلينا نقول كيفاش تشوف منتخبنا باش يدخل الماتش هذا. بالضبط نبداو باستراليا، معناها الماتش الكلي نقول انا، علاش؟ على خاطر انا خايف منه ماتش استراليا الحقيقه، من قبل ما تبدا التورنوا قول ما تخوفنيش جمعيه كبيره بالخبره، حسب الخبره جمعيه كبيره ولا منتخب كبير ديما المباراه تحضر روحها بروحها محمد. لكن كي نقولوا استراليا نقولوا انه منتخب سوا ديزون في كان معناها في المتناول نتاعنا، وهذا اللي مخوفني انا، لان التكتيك اللي لعبنا به والوقفه اللي وقفناها والشيما تكتيك اللي حطها جلال قادري مباراة الدنمارك أكيد جدا باش تختلف، لأن أستراليا ما هيش الدنمارك. احنا مباراة الدنمارك حتى كان نتعدوا عليها، أنا باش ما ننساوش، لأن هي تكثف أكثر لاعبي معناها في وسط الميدان، هذاك علاش أنا جلال قادري الناخب الوطني حتى قبل ما تبدأ التورنوا، خاطر فما برشا توا ولاو يشكروا وما كانوا يذموا كذا، حتى كان ذميت أنا نهار، مش ذميت، عملت شويه كريتيك الجلال على التصريحات نتاعو فيما يخص القائمه والاختيارات، القائمه حتى القائمه لا، فيما يخص معناها الجارديان اللي تنحى نتاع الترجي، هذا هو هذا هذه كانت ما عجبتنيش انا معناها تصريحات الناخب الوطني. غير هذا فنيا عمري ما شككت فيه، نعرفه ونعرف قدراته. الاختيار التشكيل اللي لعبها مباراه الدنمارك كان ينم على ذكاء كبير، ذكاء كبير مش في قراءه المنافس اكثر من كونه قراءه الملاعبيه نتاعو، يعرف امكانيات الملاعبيه نتاعو. كان نلعبوا 3-4-3، احنا بالضبط احنا ما لعبناش ب 3-5-2 كما يعتقد البعض، احنا كي نشوفوا الشيما نلقاوها 3-4-3، مع كي تبدا عندهم الكره عند الدنمارك نكونوا تقريبا بستة لاعبين في وسط الميدان، وهذا هو كانت الغايه نتاعنا منه باش نسكروا معناها لي زانترفال وما يعملوا لناش يختروا، ما نخليو لهمش ديزي سباس، خاطر ليكيب تاع الدنمارك تحب المساحه. عجبني زاده اللي كونوا كي حط دوز اكسونتري، خاطر كي نحكيو على ثلاثه في اللاكس محمد، ما عادش نحكيو على ظهير ايمن وظهير ايسر، نحكيو على اكسونتري دروا واكسونتري جوش اللي عندهم هما باش يعملوا المفاجاه القدام. وفعلا معناها اثبتوا كسوا دراجر معناها على اليمين ولا العابدي على اليسار،
أعطاه الإضافة، عملوا مثلث وجبهة ممتازة جدا على اليمين من 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 الانطلاق من براون للصخيري للدراجن وصولا للمثلث الصخيري دراجن بن وناس. عملنا جبهة ممتازة جدا على اليمين، وعملنا وكذلك زاد على اليسار مطالبي العيدوني العابدي عليه العابدي، ومن ثم زاد العيدوني العابدي المساكني تريونجل تريونجل الاخر. ونجحنا كيفاش ما لعبناش معناتها حتى كلقينا رواحنا معناها في وضعيه نتاع مهاجمين، ما لعبناش زوج مهاجمين بجنب بعضهم، لعبنا واحد وراء واحد ونعمل وكا معناها على حسب انتقال الكره نعملوا جليسمون، والاخر يبدا في الكوفرتور. الاول كي يمشي يعمل بريسينغ على الكره، ثاني يكوفري معاه، والثالث زاد وكذلك. لاليني معناها دول اتاك اللي متكونه من جبالي ومساكني وشويه بن وناس عاونونا برشا وكانوا واقفين اصحاح. وانت مهاجم رياض جلاسي بالنسبه لاستراليا باش نجيو استراليا باش نجيو استراليا بعد الفاصل. وانت مهاجم وقناص كنت يقولوا ما يرحمش رياض جلاسي في الثمنتاس سي كره في الشبكه كره عصام الجبالي عطاها حقها ولا شمايكل ابدع في التصدي للكره هذه؟ انا نقول عصام الجبالي كان هادئ وكان واثق من روحه برشا سان فروا برشا سان فروا وبرشا كالم. وهذا هو المطالب باش يكون به المهاجم لما تجيه مثل هكذا فرص. لكن هو اعطاه حقها، وكيف جاته الفكره في الوقت هذاك ما تجي كان بالون بيكي، ولكن شمايكل عمل اكسبلوا عمل باراد معناها غول معروف غول شمايكل معروف هو من الحراس الممتازين جدا في العالم. وقال له منينك العرايف؟ قال له ممك شجره معناها يظل هو مباطي الركورد توا في كلين شيت عدد المقابلات مع الدنمارك. دونك عصام اعطاه حقها، ولكن الابداع كان شمايكل ما لوموش عليه، اعطيه الصحة. لا لا اللي يلوم على عصام جبالي ما يعرفش يتحط في الوضعية كيما كيك بتاع مهاجم. انا نحكي لك توا مش كمدرب، نحكي لك كنمره تسعة. كنمره تسعة معناها كان هادئ واختياره كان صحيح. احنا توا نقولوا لربما كان قرصها اكثر، هي الفكرة ممتازة جدا. اي كان قرصها اكثر خير. كان قرصها اكثر تدخل بطبيعة الحال، ولكن فكرته كانت ممتازة. والبارات هذا ما نحيوش استحقاق. انت رياض جلاسي كنت تخمم تقرص غادي الكورة؟ كما تنجم تجيني الفكره كيما اكثر في حاجه هي راهي فرضت روحها هي. انت في الفورس اكثر ماكش تعبش تقول. انا الحقيقه بالراس معناها ما نلقاش راعي راسك هيك ساعات. اما هو اعطاها حقها، ولهنا نحلوا قوس صغير على عصام جبالي كرقم تسعة. قعدت نتبع انا في ليكيب ناسيونال تاعنا كل، ولكن هو بالذات الى في ان غرو ماتش معناها تكتيكيا كان ممتاز جدا. عصام جبالي كان بلغة الكرة نقوله هو ملعبش معناه مهاجم صريح يقعد وحده، بالعكس رجع لوضعه مركزه الطبيعي اللي يحبه هو يحب يلعب تسعة ونص. تسعة ونص صحيح. كان لنا أحسن محطة وقت اللي كانت الدنمارك تخسرنا ونفك الكرة، كنا نعطيوها لعصام جبالي كان يستنى أصحابه يستنى البلوك لين يقرب بعضه، وكانت معناه محطة كان يعمل رمي صحيحة وكانت محطة ممتازة عاونتنا برشا في البناء الهجومي. ناخذ فصل صغير ثم نرجع نحكيه على الاختيارات الهجومية لمباراة أستراليا. وهبي الخزري هل يكون موجود في الخط الهجومي للمنتخب؟ نحكيه أيضا على الرسم التكتيكي اللي كنت تحكي عليه، هل المدرب جليل القادري بشي حافظ على نفس الرسم التكتيكي، خاصة أنه منتخب أستراليا يلعب يعني بخطة أخرى 4-3-3 ما يلعبش 3-5-2 تاع منتخب الدنمارك. نرجعوا له هذا الكل أكثر، وخاصة ذكريات المونديال اللي عاشهم رياض جلاسي، زوز مشاركات في نهائيات كأس العالم، والطلب الغريب اللي رفضه لك نجم منتخب الشيلي. بعد الفاصل خليكم معنا راجعين. انتم تسمعوا في دوامة المونديال مع محمد الخميسي على EFM احلى راديو. EFM على راديو، مرحبا بكم من جديد الناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا. رجعنا لكم ضيفنا لليوم اللاعب الدولي السابق رياض جلاسي، الحديث على مباراة استراليا منتخبنا الوطني. يقول رياض جلاسي عمل اللي لازمه يصير في مباراة الدنمارك، يعني طمعنا في الربح بصراحة. مباراة استراليا هي الأصعب إلى حد الآن بالنسبة لي، قلت من قبل ما تبدأ الدورة، شنو لازمنا نحافظه من مباراة الدنمارك ونهزوه معنا المباراة استراليا؟ الحقيقة اللي زمنا نحافظوا عليه بعيد كل البعد على الشيما تكتيك وعلى الديسبوزيتيف وعلى بوتاتر زاد حتى التشكيل، معناها اختيار الأسماء، لأن المدرسة الدنماركية تختلف اختلاف كلي، ولا خلينا نقوله معناها الكاليبر ماهوش كيف كيف. منتخب الدنمارك قوي، منتخب أستراليا منتخب في متناولنا، هذاك هو شو الشيء اللي مخوفني. خسارة في الماتش الأول ما تخليش يحب يعمل رياكسيون منتخب أستراليا مثلا؟ رياكسيون منتظر،
اي فريق باش يعمل لك رياكسيون، حتى وكان خرج هو ديما في حتى في المباراه الثالثه يعملوا تعمل رياكسيون. علاش نقول على منتخب استراليا اللي هو في المتناول ويخوف؟ من المفروض عنده نقاط قوة قليلة برشا هي أستراليا، وعنده العديد من نقاط الضعف. بيه؟ نقاط الضعف احنا ما جبناهاش من عندنا ولا من التصفيات. كي نرجعوا للأهداف الأربعة، ولهنا نحب نطمن جمهور التونسي على الإكيب ناسيونال بتاعنا، حتى مقابلتنا باش نسبق لك مع فرنسا. الملاحظ لهنا اللي باش نحكي لك على نقطة قوة أستراليا، اللي هي احنا مانيش باش نعملوها الغلطة ذيك اللي عملوها الفرنسيس نفسهم. كان عندهم قوة أستراليا اللي دخلوا كرة الوسط يخرجوها، ومن بعد يعملوا رونفيرسمون متاع 40-45 متر تقريبا. هذا هو اللعب الإنجليز، لعب اسكتلندا، معناتها المدرسة ذيك. أي المدرسة ذيك بتبعة الحال اللي تعتمد على الاندفاع البدني وعلى البنية الجسمانية وعلى الجو ديركت ويلحقوا بالكورس. لهنا نشوفوا الغلطة اللي عملتها فرنسا، احنا ما نجموش باش نعملوها بالكل، لأن عنا معناها على اليمين دراجر وعلى اليسار علي العابدي، الحقيقة عندهم من الخبرة ومن الخبث الكروي خلينا نقول أنا اللي ما يحصلوش في الغلطة هذيك. شنو اللي صار في هدف أستراليا؟ كان فما غلطة من جيرو، ما عملش ما برساش معناها وحجب بالرؤية باش ما يعطيش باس طويلة المدافع، كان الرتار هو في الكوفرتور من قدام في فكان الكرة من قدام، الشيء اللي انجر اللي اخذ راحته المدافع الاسترالي وعمل رونفيرسمون معناه على جهه اليمين على الجناح الايمن. الرونفيرسمون فيه برشا، فيه قوه وفيه دقه بريسيزيون، اي فيه معناه دقه وسرعه الكرة توصل فيه ساعه معناتها نربحوا فيها لهنا طون اي سباس. شنو اللي صار بعد ما وصلت الكرة؟ شفنا كاللطخه اللي تلتخ الارير جوش متاع هذيك عليه العادي، مش باش يعملها، باش يعرف يقفل ويعرف يقعد يوخر على لي بوين دي بي نتاعو. ومن بعد نشوفوا الكره كيفاش تسنترت، لو كان عاودوا نشوفوا في الماتش، شوفوا الظهير الايمن الفرنسي كيفاش راجع واحده واحده، مام حتى تمركز من بعد ما كملش مع لي جوش اللي مركل بونتو، عاود دخل وين نقطه البينالتي. دونك كانت فما غلطه من الظهير الايسر الفرنساوي والظهير اليمين نتاع فرنسا فلاغرون، راني نحكي لك ظاهرين ايه؟ معناها اللي ما يعرفش في الكوره يشوفهم هذوكم، احنا مانيش باش مش تعملوهم ضد ردوا بالنا منهم، ولكن لهنا نستغلوا احنا نقاط الضعف محمد نتاع استراليا اللي هي في الحقيقه عديده. لو كان نشوفوا هدف التعادل نتاع فرنسا جاء على اثر كره ثابته، رجعت الكوره كنقولوا رجعت الكوره معناها على مستوى خط 18 متر، لهنا نحكيوا على دوزيام بال، كان عندها شكون في الدوزيام بال، ولهنا راهي استراليا توقف المخ، راهم يعرفوا يقف يكونوا واقفين صحاح، لكن فما رده فعل وفما سرعه رده فعل، هم ما عندهمش سرعه رده فعل، فبين بلوره الفكره وتنفيذها يضيعوا وقت كسوا في لا ترانزيسيون في الانتقال معناها من ناحيه الدفاعيه للناحيه الهجوميه او العكس. شنو اللي صار كي الكره رجعت على مستوى الكره الثانيه؟ فما جوار كي معناها كي ابريسي معناها واحد من فرنسا عطاه باس لاخر، عطاه باس كانوا فما ثلاثه ملاعبيه من استراليا كانوا قاعدين على خط 18 متر ما قدمولوش، خلاوه رفع كوره في عقله بالرغم اللي كانوا وحدهم ما كانش عندهم. لهنا شنو اللي يقول لك سرعه رده الفعل؟ معناها استراليا عندهم كل البهته، اي عندهم البهته وعندهم زاده ضعف على مستوى معناها محور الدفاع، ما فماش تفاهم مع لي دو معناها لاكسيوزوز لي دو بيفو نتاعهم ولي دو زاكسيو، معناها ما فماش اونتونت، فما برشا بطء. هوني رياض الجلاسي خليني نسالك، نحافظ على التشكيله هذه اللي لعبنا بها ضد الدنمارك ولا مثلا طه ياسين الخنيسي بما انه جوار اللي يعمل لي بينيتراسيون رابيد؟ انا جوست نبني لك على الاغلاط اللي فما ريتهم انا في استراليا، ومن ثم اي ومن ثم تنقول لك انا مثلا شنو ورايا كيفاش نجموا نلعبوا ضد معناها استرالي منتخب استرالي بالضعف هذايا في الدفاع. يلا قل. استراليا في ثقافتها وعاداتها وتقاليدها ما عندهاش كره القدم، ما عندهاش الغرام نتاعنا احنا اللي هو احنا غرامنا يمشي في دمنا في الكره، كره القدم هما قاعدين يقراوا فيها قرايه ويتعلموا فيها، تحسهم قاعدين يقراوا ويجتهدوا. عرفت انا شبهتهم بك التلميذ المجتهد اللي يعقر على روحه، لكن كي تيح به تلميذ مشاكس حتى اقل منه شويه قرايه يمهمشو ينسيه شنو قرا،
كيفاش ظهرت أستراليا تنسى الدروس خاطر ما هيش إني فيهم معنا لحب كرة القدم وكل. في الهدف الثاني متاع فرنسا يحاولوا يجتهدوا وأنهم يعملوا لتاك بلاسي، كانوا واقفين بالتصويرة وقفة صحيحة 1000% لدوز أكسيو حالين لدو معناها الأظهرة اليمين ظهير اليمين ظهير اليسار كانوا طالعين واقفين صحاح، ولي دو بيفو هابطين باش يقعدوا يلعبوا دونك سته موجود سته محلولين بالكدا ويحبوا يعملوا اون اتاك بلاس، عملوا لا بروميير باس لا دوزيام باس في لا تروازيام تقصت علاش بموفي كونترول. كنا نعرفوا اللي البريسينغ يتلعب على باس قصيره على موفي كونترول على باس جات التالي ايه. على باس جات التالي وسلوي كي ديكلونش معناها لو بريسينغ الجماهير كل من بعد بعد تبعوا على موفي كونترول، حبوا هما يلعبوا كره كره كانت عندهم حبوا يعمل حب يعمل كونترول كلاو سير انا مش نلعب ضد منتخب يعطينا التشكيله اي مش عطيش تشكيله، التشكيله يعرفها المدرب محمد اللي هو مواكب ديما التشكيله والديسبوزيتيف يتعطى على حسب الامكانيات والاستعدادات نتاع الملاعبيه الفنيه والبدنيه والتكتيكيه، وهذا كل ما نجم يعرفه كان المدرب. لكن انا بصفه عامه كفريق استرالي ريت عنده نقاط قوه نتاعو الا وهي اللعب المباشر اللي هو قادر عليها قادر يوصل الكره حتى على 50 متر وتكون بيان توندو معناها وتوصل فيسا فيسا وضد معناها تكنيكمون ماهمش معناها حاجه كبيره ما ماهيش في نيفو باهي دونك النجم نلعبوا لها عالي معنا. بالنسبه لي انا النجم نلعبوا بريسينغ عالي لاستراليا بعيد كل البعد على الشيما تكتيك. رياضة جلاسي تحافظ على التشكيله ولا تعمل فيها بعض التغييرات؟ لا نحافظ ونعمل فيها بعض التغييرات مقارنه بالدنمارك. التشكيله الاساسيه هي بيدها ولا فما تغييرات؟ مثلا هوني من بين الاسئله اللي مطروحه يعني بالبنت العريض نلقى وهبي الخزري، هل ينجم يكون حل في التشكيله الاساسيه؟ علي المعلول ينجم يكون موجود ولا لا؟ وثلاثه طه ياسين الخنيسي اللي قلت لك جوار يحب لابيل اون بروفوندور يحب لاتاك رابيد، يعني هل ينجم يكون حل من الحلول ولا؟ كما قلت لك انا باش نحاول نقول لك قواعد تقريبا نتاع كوره والتشكيل نجم انا 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 نعطي رايي معناها ما هو جلال هو اللي دائما تفهمني انا رايك انت رايك انت يقول لك اون شونج با اون كيب كي غاني، احنا كانت عندنا ان بوان في طعم الانتصار لكن الحاجه اللي ما بينها ممكن اللي للمتابعين لكره القدم والفنيين خاصه يشوفوا ان التشكيله اللي نزلنا بها مباراه الدنمارك قادره باش تعمل كل تكتيك معناها يطلبوا منه المدرب. هو احنا نتحدثوا على بلوك، احنا عملنا ترواليني كانوا قراب لبعضهم في كامل ارجاء الملعب، وصلت في فتره من الفترات الكوره فرضت روحها عملنا ضغط على الدنمارك مش ديما كي فرضت فيها السيتياسيون فرضت كونا باش نعملوا بريسينج وعرفنا نعملوه. علاش؟ على خاطر ديما حافظنا على البلوك. احنا كي نحكيو على القدام تو بن وناس بس اسمه بن سليمان وجبالي والمساكني وراهم الصغيري والعيدوني ينجموا هما هذوما هما بيدهم تنجم تقعد التشكيله راهي هذه هي بيدها، ولكن باكثر كونسيني باش يمشيو القدام سورتو لي دو زيكسونتري، وممكن جبالي يعاود يلعب في العمق والمساكني يهبط تحته شوي كوم ريجيسور، مع توصيه وانه العيدوني اللي بويسك اللي هو عنده أكثر نزعة هجومية من الصخيري، لأن احنا كي شقد العيدوني والصخيري ما ننساوش مع براون ومرياح والطالبي تروازة معناها زاكسيو يولي عنا برشا معناها مدافعين يلزم واحد من اللي دو بيفو عاد كم وعبارة نقعدوا هما بيدهم، ولكن نقعدوا نلعبوا بسنتينيل واحد ما عادش دو بيفو بجنب بعضهم، نقعدوا نلعبوا بان سول بيفو والاخرين يوليو كوم دوريليور معناها لوزونج كاين يولي ماهوش لوزونج خاطر باش يولي عندنا راس النجمو حتى راه باش يرجع شويه يوسف ريت هذه انا واحد ناس نلعب بها لوزونج هذه انا نلعب نحطهم الاربعه فريمون لانهم ناضجين تكتيكيا تحركاتنا ولات معناها سويفون صاحبي كيفاش يتحرك انا نتحرك تحركات بيان كوردوني معناها فما برشا كورديناسيون ريتها وفما برشا اونتونت بين الملاعبيه مع بعضها
محمد بلين كمل نختم بالنقطة هذه لا خوفة معناها على حتى نقعدوا حتى بنفس التشكيلة، ولكن بأكثر قلت لك كونسيني باش نمشيو القدام مع التوصيات اللي دوزا دوزيك سونتري صحيت يطلعوا أكثر، ونوصيوا العيدوني يطلع يضرب مليح بالراس نوليو نلعبوا زاد على كالكا سونتراج وكذا. العيدوني والجرينتا اللي عند العيدوني هذيك دقيقة لعب يمكن تقريبا اللقطة نتاعو اللي اليوم يتحكي عليها كيفاش يعطي موتيفاسيون للجمهور يعطي موتيفاسيون لاصحابه. انت في جروب الرياض الجلاسي مهم يكون عندك لاعب بالجرينتا هذيك بالقليب هذاك الحم يقشعر سي نورمال ديما يلزم فما شكون معناها واحد اثنين ثلاثة ساعات برشا ساعات ستة سبعة يكونوا بك الروح الانتصارية ذيك وبالشراسة ذيك وباللونفي ذاك وذيك ما ينجم كان يزيد برشا كونفيونس لصحابه ويزيد حتى اللي يتفرجوا يزيد طمأنينة يزيدهم طمأنينة اللي عندنا رجال تلعب بشراسة وعلى كل كرة لي دويال ايريان لي دويال وصال وربحنا برشا دويال وذاك علاش احنا سورتو الشوط الاول تفوقنا معنا على الدنمارك. النقطة الثانية شفنا فيديو للبلبولي مع الجروب قبل ما يدخلوا للماتش في الفيستير ايمن البلبولي يعطي في كلمة يقول اليوم رانا يد واحدة اليوم رانا لازمنا نوريو لنا احنا رجال رانا رجال تستنى فينا راهو عبيد امنا بالمنتخب هذايا كونوا قليب يعني كلمة من حارس بخبرة البلبولي اللي كان عليه برشا كلام حتى على دعوته. هذيك حكاية أخرى البوليميك اللي عملته القائمة في كل دول العالم صارت موجود هي. لكن أنا أيمن صاحبي نتمنى له هو وكل بقية المجموعة طبعا إن شاء الله التوفيق في الكأس هذه كأس العالمية هذه بعث له ميساج ريت مهب التصوير تقولت البارح جديدة بعثت له تصور قلت له بحذاك الأولاد حطهم في عينيك وحط جمهور تونس وضرب تونس في عينيك باش نقصد به انا الميساج هذا بعثت ميساج البلبولي هذا شكون شنو نقصد فيه معناها ايمن هو الكبير هو البلوز اكسبيريمونتي جو كروا في المجموعه في المجموعه دونك ديما صاحب الخبره والكبير واللي عامل كارير يكون يأثر تكون كلمته مسموعه يكون بيان سور يخدم دور المؤطر دور المحفز دور اللي عنده ثقه في روحه اكثر واحد اللي عنده تجربه كيفاش ينقلها صح. معناها لبقية المجموعة المقصود بالميساج كونه يزيد يقول للملاعبية اللي رأيتوا أنسى كل رأي معاكم وجود أيمن البلبولي في وسط مجموعة معناها خلينا نقول أنا مزيج بين خبرة وبين طموح من نجم كان يعطي البلوس وفايدة للمنتخب. كأس العالم هو حلم باش نتعدى معاك توت سويت للفقرة الشخصية نرجع شوية مع رياض الجلاسي للبداية والمشاركة في كأس العالم. نبدا الحكايه من اولها كاس العالم 78 قداش عمرك رياض الجلاسي؟ سبع سنين تقريبا وقتها اول مشاركه لمنتخبنا الوطني في المونديال تفرجت فيه اولا ساعة عمري سبع سنين وما عندناش تلفزه وقت باه اما نسمع معناها اللي تونس ربحت تسمع اي نسمع وحفظناهم اللاعبيه ولينا حتى كنكوروا في البطحة كما كورت الناس كلها نبدأوا نسميه في أسمي جوارات أي سي نورمال أنا اسمي عقيد ونقز مليح بالراس يعيطوا لك عقيد بعد المونديال ذاك بعد المونديال ذاك محمد علي عقيد يعيطوا لي وأنا بيدي مسمي روحي زعما وحفظناهم وكانت كبرنا كما نقولوا كبرت على حب درابو من خلال التظاهرة أكبر تظاهرة في الكون اللي هي كأس عالم الطفل الصغير هذاك اللي عمره 7 سنين ممكن هو سمحني محمد ذاك الطفل الصغير هذاك هو 20 سنة بعد اللي كبر عنده طموح صحيتي هذه اللي جيتش نقول هذا 20 سنة بعد كان شي يتصور روحه باش يكون موجود في المنتخب وماشي لكأس العالم الحقيقة أنا كنت نمن خلي هاو قاعدين نشوفه في التساور اللي يقول شنو شبيه دعوة ولا اللي يقول متفائل أنا كنت نمن من اللي أنا صغير نمن ونحب نلعب في الكيب ناسيونال حب نلعب في الكيب ناسيونال ما عندي حتى حكاية في مخي إلا نلعب في الكيب ناسيونال كالمنتخب كيفاش باش نلعب في الكيب ناسيونال يلزمني نمشي جمعية كبيرة كمشيت للنجم الرياضي الساحلي تحل الباب لول وأنك في جمعية كبيرة وفي اللي طوال مالجري قعدت 4 سنين ونص معناتها احتياطي إلا أني صبرت 4 سنين ونص باش نمشي للمنتخب 4 سنين ونص على البنك 4 سنين ونص وعندي حلم المنتخب اوف عندك نجم تسمع 92 93 93 94 94 95 95 96 با با با. 96 97
في الوسط وانا لعبت معناها. وترشق رياضه جلاسي. وترشق رياضه جلاسي عيط لي كاسبر زيك ومشيت لي كيب ناسيونال، وبعد بالنسبه لي انا وقتها كان يقول الموت خليني موت معناها. حلمي يتحقق بعد كاس العالم. حلمي الصغر. الدعوه كيف جات؟ كيف استدعوك لكاس العالم؟ تتفكر النهار هذاك؟ النهار اللي عرفت روحك ماشي مع المنتخب؟ اي نتفكر بطبيعه الحال، وحكيتها كل نهار انا بحذا زميلتك هنا. كي جاني قال لي سي عز الدين دويك الله يرحمه، اللي نزيد الترحم عليه، نحبه سي عز الدين رئيس فرع كره القدم، قال لي راهو كاسبر زيك حاجته بيك وراهو طلبك وراك باش تمشي ليكيب ناسيونال. وقال لي وين كنتوا حاطين؟ وين كان هذا؟ وين كان؟ قلت له راهو كان في الكونجيلاتور، راهو شباع بنك، عندي بلاصتي انا في البنك في الساحه باسمك ولا باسم مسمار جعاري، انا عندي بلاصتي هذه. بطبيعه الحال كان احساس فيه برشا فيرتي. شكون كلمت رياض قلت له راني ماشي؟ بالدموع العينين مرغغه بالدموع، الفرحه علمت اهلي واني انا ماشي للكيب ناسيونال. اول عبد طلبته شكون؟ وقتها ما فماش بورتابلوات يا راهي. لشكون مشيت اول عبد قلت له راني ماشي؟ خويا الكبير الله يرحمه قل له سيدي انا ربي يرحمه، هو الاولاني اللي قلت له، هو الاولاني اللي هزني اصلا للستاج. وقتها ما عنديش كرهبه ونقرا في جريده اسبوعيه هي بالاثنين، وانا ماشي الاول ستاج، اول ما قريت لا اله الا الله يقول له شكون النكره، من هو النكره رياض جلاسي اللي تتم دعوته للمنتخب. خويا يرحمه اول مره نقول هذا الكلام يهزني في المورال، يقول لي رمضوكم صحافه قالت هكاك وخطرت له باش يكتب، راه ما انت ايش يهمك فيه، معناتها سكر وذنيك وتعمل على ربي واقصد ربي. الحقيقه هون عليا بالكدا، خاطر اول ما تحل انت تستنى فيه، تستنى وقتاش تجيك الدعوه باش تمشي للمنتخب، واول ما تشوف شكون ارتيكل فيه برشا احباط ملا لها يعني جريده نجم نسماها قول في البيان وقت في جريدة البيان، أنا الحقيقة اسم الصحافي نسيته. قعدت في بالك ما نسيتهاش؟ ما قعدتش بقى، ما تجاوزتها أنا. تجاوزتها. خوك الله يرحمه كان فخور برياض الجلاسي. وشكون ما هو وشكون مش فخور برياض الجلاسي؟ الحومة والعائلة. منطقتي وعائلتي وأهلي ومالية وشيرتي وجمعيتي الأولى تبربة وصحابي وحبابي، بطبيعه الحال باش كلها باش تفرح معنا. بربي وقت اللي خارج ماشي كان فما جو في الحومه تاع رياض خارج ماشي ماشي يودعوا فيا بالواحد فما ماشي عريس لا لا لكن فما حتى في الدار الام تصب وراك الماء ولا حاجه ولا تدعي لك معناها. كل اخواتي كل كانوا ورايا الحقيقه، كانوا هما الداعمين الاولانيين. اليوم الحديث على الجمهور التونسي اللي قاعد يعمل فيه في قطر 2022 في 98. الجمهور التونسي زاد كان حاضر برشا في ماتشات ليكيب ناسيونال وكان موجود. شنو قعدت تفكر من المونديال هذاك 98؟ عايشني معاك الذكريات انا واللي نسمعوا فيك رياض الجلاسي، من اللي وصلت للمطار واللي الطياره ثارت وباش تهبط وسيء، احكي لي شنو اللي قعد في البال؟ والله كان عندنا كل المجموعة الحقيقة في الوقت ذاك، كانت فما رغبة وأن نعملوا حاجة. يمكن الماتش الأول ما توفقناش وقتها ضد إنجلترا، ومع خسارة ثانية خرجنا من الواحد، واللي خرجنا زاد كل البوليميك اللي صارت بين كاسبر زيك والفيدراسيون والوزير، وكاسبر زيك قلق وما عادش حتى الميساج يوصل بينه وبين الملاعبيه وقفت العلاقه. وصلوا هذوما الملاعبي راهو يتعدى، الملاعب يحس بممرن نتاعو خايف، واللي يحس به شجاع تتعدى الدعوه تتعدى، ويكذب عليك اللي يقول لك العكس. الملاعب يحس بالممرن نتاعو ويحس بالمسؤولين نتاعو، اذا كان هما يعطيوه معناها شحنات ايجابيه تكون من داخل يحسها، واذا كان يحس زاد بهم خايفين جو مكهرب ما يتعداش، جو مكهرب روى بياثر سلبا هذا على الجروب. حكيت على الماتش الاولاني ضد انجلترا، تتفكر البرفورمانس يعني لليوم تحكي عليها نتاع كولومبيا؟ شكري الوعر. ايه شكري، مش انا باش نقول شكري، عمل ماتش كبير دور اول كله معناها، حتى الفيفا اختارته احسن حارس في الدور الاول. مالجري وهو حب يعوض، لانه هو شكري كان معاقب في خلال التصفيات، كان من المغضوب عليهم وعمل لاتر ديكسكوز ورجع، وحتى الكابيتانا ما كانش عنده، هو كان سامي طرابلسي هو كابيتان. كان فما امكانيه يلعب الشكري المونديال هذاك؟ كان فما امكانيه ما يمشي شيء. هو التصفيات كل عملها ابو بكر الزيتوني وعملها علي بومنيجل ورضوان الصالحي
جوكروا وسوفيان خبير في بعض الأحيان، أما التصفيات برشا ما يعرفوش اللي شكر ريار ما عملش معنا تصفيات كأس العالم. في جينا الفاز فينال خلط غادي وبعد ما تذر وتسوى وضعيته معناها مع الفيدراسيون والمدرب. وشو كان الإشكال؟ والله الإشكال يظهر لي معناها ما سمعش الكلام، وإلا فما تعليمات خالف معناها تعليمات متاع مدرب، والمدرب ما استناش معناها عاقبه ويكرته من 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 الجروب. احنا زاد كنا الحقيقه كل في الوقت ذاك كنا مع رجوع شكري ونطوي وصفحه، خلينا جروب سوليدار باهي، جروب نحبوا بعضنا، ما تكونش فما معناها نفوس ماهيش باهيه. وكل حتى كي رجع شكري خذا الكابيتانا وتحمل مسؤوليته وعمل ان جرون ماتش افضل حارس في الدور الاول اختارته الفيفا. في تعليق على المباراه الاولى لتونس الدنمارك، عصام الشوالي من بين الكلام قال دحمان يا الوعر، دحمان يا النيلي وغيره، دحمان يا الوعر. اليوم ايمن دحمان ينجم يعمل باركور في الماتشات هذوما كيما شكري بعد ما شفت الماتش الاولاني؟ انا فرحان للجروب الكل اللي ساعة يزمنا ندخله بكل ثقة، خاطر كسرنا نجم تقول أكل الحاجز ولا أكل الحاجة نتاع الكومبلكس دانفيريوريتي، هذيك الاحساس بالنقص هذاك تحس وتكسر. نحن أصغر من الفرق الأخرين ما عادش صحيت كانت عنا هذيك وزامنتنا معناها هذي تجيب الخبرة، تو ست مرات احنا نلعبوا كاس عالم تنحى الخوف ولينا عنا أكثر ثقة في رواحنا. منهم دحمان اللي المباراة الأولى أنا كل يوم فما شكون أول كلامي وأنا ما قلت دحمان ان بون غارديان هو ولي غارديان الموجودين، اما راه مازالت ناقصته برشا خدمه باش يولي ان تري بون غارديان. توا قاعد هو تو قاعد يكبر تو اللي يفهم في الكوره، ما ينجمش باش يلقى دحمان ماتش في حياته اقوى من اللي ماتش في كاس العالم. صحيح، وما دام كبر ماتش الدنمارك دحمان وتحسه حتى كي تجيه الكوره تحسه واثق من نفسه وهو يعرف يلعب بساقيه، معناتها بحول الله تو قاعد يكبر دحمان. تو النجم نقولوا كان يكونفيرمي هو الماتش الثاني والثالث، وان شاء الله يا ربي تتزامن مع مرورنا معناتها للدور الثاني، وقتها نقولوا هنيئا لنا بدحمان الذي اصبح حارس عملاق. صح، ان تري بون غارديان، هو ان بون غارديان قاعد يخدم، بدا يوري اللي هو ماشي باش يولي ان تري بون غارديان، وبقدره ربي تصير لا كونفيرماسيون هذه ماتش استراليا يكون هو الاولاني معناها في ليكيب اللي يعطي اكثر كونفيونس ويعطي اكثر معناها بلوس للجمعيه ويكون معناها صيد فريمون معناها في الكاش. خلينا نقعد معك في الذكريات باقي 98، اعطيني اهم ذكرى منه خاطر خليني مادام نحكي على دحمان جوست مازلت نسيت لك نقطه على استراليا. هات راي استراليا كي قلت لك احنا النجم نلعبوا لها مثلا نلعب لها عالي، انا بحكم ممكن زاد نزعتي هجومي حتى انا كراني تو كراني ما نستناش رارمون معناها اللهم مش نلعب ضد كاليبر اقوى مني برشا، مش نلعب لا ديفونس دو زون بلوك طايح على الاخر بلوك با معناها، ولكن في العاده وفلسفتي وحبي للكره نلعب ديما الهجوم. اللي ساعدنا كونه باش نجم ونعملوا البريسينج هي الفريق الاسترالي ما نجمش يلعب تحت الضغط. شكون اللي نجم يلعب لك تحت الضغط؟ هي ليكيب تكنيك، هما فنيا ما همش قويين، هما بدنيا قويين، الاندفاع البدني قوي، يلعبوا على اللعب المباشر نتاعهم ويطولوا برشا كوره ويطلعوا يجري ويوصلوا ساعات راهو 5-0 استراليا معناها يلوحوا كوره كالرجبي هكا يلوحوها والناس الكل تجري، الناس الكل يطلعوا حتى بالخمسه والسته، ووصلنا حتى في سيتياسيون في الماتش نتاعنا وصلنا 5-5 الباراد نتاع دحمان هذيك. نرجعوا للتصويره نلقاو المره الوحيده اللي غلطنا فيها احنا ما عملناش سوبريوريتي نوميريك معناها في الديفونس وفي الوسط، وصلنا في وضعيه نتاع 5-5 اللي ابدع فيها ايمن دحمان. باهي نقعد معاك قلت لك في ذكريات 98 شو تتفكر منه على خاطر باش نتعداو الكوريا اليابان 2002 وظهر لي كل ذكريات هذاك والضحك الكل صار غاديك. احكي لي 98 شو نتفكروا من 98؟ نكمل لك ماتش كولومبيا، ماتش لعبنا فيه مليح وقفنا مليح، صنعنا برشا فرص، اون راتي بوكو دي زوكازيون، ما حبتناش الكوره بخسر في الاخر بكل شنو الكره نتيجه لقيت روحك خسرت معنا الثاني مباراه على التوالي. لعبت ماتش واحد ذا اللي لعبت الماتش الثالث اللي تعادلنا فيه ماتش رومانيا، تعادلنا 1-1 ورومانيا وقتها شوف لهنا ديما تو على مدى زاد احنا تو 20 سنه
اكثر من 24 سنه ونقولوا احنا الخيبه تاع كاس العالم 98 خيبه عندهم الحق الناس تقول خيبه بويسك اللي احنا خرجنا من البريمي تور. لكن احنا كي لعبنا الماتش الثالث كنا منهارين اولا ساعه مورالمون احنا سي ودعنا المونديال، ولكن كيفاش يلزمنا نخليه على الاقل بور سوفي لونور، كيفاش نخليه طابع باهي وسمعه باهي وبرستاسيون باهيه على تونس. ما كانش ماتش سهل سورتو اللي رومانيا محمد رايمة كلاسي الرابعة في كاس العالم امريكا 94 النسخة اللي قبل فرنسا رومانيا راي الرابعة، معناها لعبنا ضد رومانيا الفريق القوي تاع رومانيا، وما الجريسا لملمنا معناها الجراح متاعنا، عودنا مسكلنا مخاخنا، عودنا عطينا ثقة في رواحنا، و90 دقيقة نلعبوهم احنا خرجنا نكونوا رجال، نكونوا نخليوا صورة باهية، والحمد لله اللي عملنا واحد وعملنا ماتش نجم. انا باش ناخذ فاصل من بعد نرجع نحكيوا على 2002، لكن قبل الفاصل تعرف المونديال فرصه انه المنتخبات واللاعبين يقابلوا بعضهم يصيروا يبدلوا المراول، فما الماتشات التحضيريه زاده قبل الجوارات يبدلوا مع بعضهم، فما طرفه صارت ظهر لي في ماتش الشيلي معاك في ماتش ودي هو. هي ما نجموش نسميوها طرفه اما نقولوا عليها معناها حدث اثبت تدني المستوى الأخلاقي اللاعب عالمي زامورانو تحكي عليه اللي هو زامورانو قدوتك كان كنت عامل شارك وزيد ممكن علاش عملت عليه كيف خاطر ينقز بالراس وأنا نلعب بالراس ونحب نبدل نمر 9 معناتها مغروم بيه زامورانو سي نورمال مش لا يعجبني معناه كان في الريال نجم هي سي نورمال نجم هي وتلقى روحك تلعب في ماتش أميكال ضد شيلي بعد الماتش تواجهت كما أنا توا عندي مراول إنجلترا مراول كولومبيا مراول رومانيا بلجيكا روسيا اليابان عندي ضدهم الدنمارك ملعبنا معها عندي مراول الدنمارك أنا لعبنا ماتش أميكال 98 ديما نبدلوا بالمراول إيش قلت له سي زي مشيت له قلت له سي بوسيبل أنا ولا إيف يو كان مثلا تعطيني معنا وقت تش شوية إنجليش لا نحكي أي كان سبيك إنجليش أنا واسمع سيدي ميبي بيتر ذان فرانش معناها أيوه إي قلت له كان تحب أنت كان تنجم تعطيني مراولك وكل انا ما زلت ما كملتش الكلمه والحبايب يشعل فيا بالسبان بشيلي معنا انا فهمتوا كلام خايب بشيلي ينطر ومتغشش وانا كشكشت زاده وكلام بالسوري بالتونسي بدلت هو مع الكلمات هو بدلنا لا حد شيء نحس حز الكلمات مش ولا فما حزاز هي جاوبيناتنا ناس هو كشكش بشيلي وانا مكشكش بالتونسي على مريو على مريو على مريو معناها فريمون بالحق غضبتك الماديسو معناها ديسو. كيفاش ايه معناها نجم في قيمه زامورانو تصرف معاك ليه ما كانش تسمع سيرتو اليوم اللي الكره اللي مركاها مارادونا باليد هذيك وقت الحكم السيد علي بن ناصر ما ديابل تبيعت 7 مليارات واكثر توينس ايه لشكون انت مريول تبيعت في مزاد اي لشكون مريول زامور لا سي علي ربي يزيدو ان شاء الله لا واسمع ولا مريول زامورانو كم تهبطوا في المزاد قد يجيب لك لا ما نهبطوش ما عندي المراول الاخرين ما نهبطوش زامورانو اي لا وعندي مراول الاخرين نتاع نجوم انجلترا مثلا بيه؟ عندي مريول سكولز انا مثلا ما هو حاصلو سي علي يظل يعطيه الصحه كيفاش قعد صابر 30 سنه صبر كان ينجم يبيعها قبل ويجيب له شويه فلوس كيك اللي رق درض ومن بعد عارف قيمتها معناتها ومات مارادونا زاد تعليت الكوتا نتاعها بطبيعه الحال هذيك مسها مارادونا احسن لاعب في العالم هنيئا لسالي بن ناصر ناخذوا فاصل صغير ورجع نكملوا حديثنا مع كريدة جلسي انتم تسمعوا في دوامة المونديال مع محمد الخميسي على اي اف ام احلى راديو اي اف ام على راديو مرحبا بكم من جديد الناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا رجعنا لكم مكملين حوارنا مع ضيفي اللاعب الدولي السابق رياض جلاسي رياض كنا نحكيوا على ذكريات 98 2002 عندك من الذكريات في كوريا اليابان تعامل البلاد الحضاره التطور وقتها شنو اللي قعدت تفكر نتذكر اللي عديت تقريبا 20 يوم ولا اكثر ثلاثه جمعات ولا اكثر ما سمعتش تزمير سمعت حد زمر خممت جاتني فكره قلت علاش ليه فيك نروح لتونس نعملوا اليوم الوطني لا للتزمير نهار ما نزمروش فيه باه فهمتي والله هذه دعوه من خلال هذه المنبر بالرسمي راه فما برشا ازعاج توا في تونس كلها تزمر قبل ما يبدل فيتاس ينزل على الزمار دونك الكالم شفت الكالم الغادي
واللي قعد كل حلمه وما وفاتش. حلمه تو بعد ما خرجنا 98 كنا عاقدين العزم وعنا برشا امل وان نتعداه في 2002، ولكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، وخرجنا كالعاده ويمكن اشنع حتى من خرجة فرنسا. صح به نتعدى معاك نحكيه على الاعتزال نتاعك، كان في عام 2004 اعتزالي دوليا. ساعة أول ما كملت كأس العالم خذيت قرار وقتها ايه. أنا مروح من اليابان، معناه من الكار ديجا الأولاد معايا في الكار يعرف، قلت لهم معاش تعيطولي كأس العالم 2006 خرجتوا هالي من خشمي يزي في البركة، كنت على أعصابي الحقيقة. مع شكون حكيت؟ مع في الكار وكل هناك، أنا في حالة أخرى تغششت خاطر ما لعبتش. تغششت على خاطر ما لعبتش، وكان موجود سي يوسف الزواوي، وبعد كي جيت انا للترجي بعد قاعد يتذكر فيها الفازه وحكايه اخرى اللي وصلت بطلت انا الكوره من الترجي بسبب هذاك. حتى كنهار لقيت روحي انا ويوسف الزواوي في بلاتو واحد، ولكن ما جبدناش معناها. قلت له انا بيدي سلمت عليهم بعد الواحد، قلت له كلها مشيت على روحها معناها 20 سنه تعديت. اما الحقيقه قعدت ما بيناتكم الفوزكم لا معاش. مش ما بيناتنا، تعرف انت بطلت الكوره، انا اعتزلت الكوره دوليا 2002 هذا بمحض ارادتي. ما عادش نحب نلعب بالرغم اللي في الوقت بغش. بالرغم اللي انا في من اليابان صححت في الترجي. انا من بعد كاس العالم مباشره جيت لاسبيرونس صححت في الترجي الرياضي التونسي، ولما صححت في الترجي الرياضي التونسي عامي الاول سجلت 11 هدف زوز في ماتشات تشامبيونز ليج، 9 في البطوله. جاني سليم شيبوب يذكره بالخير، قال لي راهو روجي لومير يلوج على ضراب راس. قلت له انا راني خذيت قرار اعتزال اللعب دوليا لا سبيل اليه، ما عادش نحب نلعب. وهو تقال سبب ذهابك للترجي انك حبيت تشارك في كان 2004. لا انا قلقت من الكوره مع المنتخب، بطلت مع كاس العالم 2002، كملت في الترجي، وحتى في الترجي زاد بطلت معنا في 2004 ولا فايدة لذكر الأسباب معنا. ليه أعطيني الأسباب؟ فايدة في ذكر الأسباب. عليش؟ وقت اللي تلقى مدرب اللي هو يوسف زواوي بعد باش نقوله، اللي هو معنا صاحب القرار الأولاني في الفريق، وما هو مكش داخل أنت في قناعاته. أنا لهنا راني نشكر وأحترم كل مدرب، أحترم قناعات كل مدرب وفلسفة كل مدرب. فما مدرب يقتنع بيك وفما مدرب ما يقتنعش بيك. العام اللي قبل في الترجي كنا 4 مهاجمين، رياض جلاسي وكان دي تراوري علي الزيتوني وسامي العروسي. 4 مهاجمين على زوز بلايس، كانت فما كونكورنس كبيره، ما كانش عندي مشكله وكنت نكو دي كاستيل يحطني انا ويختار معايا شكون مع ثاني علي مثلا الحقيقة علي والا كانديا والا سامي العروسي. العام من بعد كي جا سي يوسف الزواوي ما كانش مقتنع معنا بال ماكش في مخ، مانيش في مخ ونحترم فيها الفكره ذي. كما خيرت انا ننسحب، ترجي جمعيه كبيره. لا شو اللي صار بالحق مش خليت تنسحب؟ ما عادش انا في حساباته حتى في 18 معناها ايكارتي وليت من الجروب. اي حتى في 18 ساعات ما يحطنيش وانت كنت تيتولير معناها. المهم كي قلقت جبت روحي، احترمت معناها الجماهير الكبيره تاع الترجي الرياضي التونسي، احترمت هيكل كفريق معناها مهيكل منظم من سنين، احترمت كل رجالات الترجي في الوقت ذاك، واعتزلت الكره قبل ان ترفضني الملعب. واضح. رياض جلاسي وانت شاهد على العصر وكنت موجود في الفيستياريت في المنتخب مثلا، لوين وصل حضور سليم شيبوب في المنتخب؟ في المنتخب انا هو منتخب 98 مثلا، نبدا معك في 98. منتخب 98 كلهم حكاوا فيها وكل انا الساعه لا امنتي شاهد انت في الفيستير. اي ساعه هي كانت فما علاقه ماهيش ما كانش يتعدى الكورون بين كاسبر زاك وسليم شيبوب، هذه الكل يعرفوها. دونك ما كانش فما تدخلات من شيبوب، وبويسك اللي التدخلات تصير ما نحبش نقول كيفاش معناها كيفاش ياثر رئيس جامعه والا رئيس جمعية، نحكي رئيس جامعة هذا في المنتخب على مدرب، وإلا رئيس جمعية على مدرب في اختيار معنا أسماء اللاعبين في التشكيل. جاء نهار من نهارات الفيستير سليم شيبوب في 98؟ والله أنا ما نتذكرش، لكن في 2002 كان يجينا معنا. يجي في 2002 كان يجينا، ونتذكر حتى فما يظهر لي عمل تدخل اللي احنا ما مناش ماخذين فلوسنا وقتها، يظهر لي هذه معلومة ما حكاها حتى حد، ما مناش خالصين وقتها احنا فلوس،
وكان تدخل باش وقال السيد رئيس الجامعة وقتها اللي ما لا معناها تاخذوا انكريدي من البنكة تخلصوا الملاعبيه تصب لكم الفيفار خلصوا كريديكم وانا قلمت نتحمل مسؤوليه انا كيفاش نجيب كيفاش نجيب الكريدي. هذه الحاجه التصويره اللي مازال تفكر لكن لهنا باش نحل قوس توا كنا لعبنا كوره سورتو جيلي انا رانا فما الفيستير من بنزرت البنجردان راي تخلط تخلط سمعه الملاعبي وكاركتير وتصرفاته ومع اصحابه والا تخلط الفيستير توا معناها ما نحبش المثل اللي يقول لك البقره كتطيح تكثر سكاكنها. انا نعرف عباد كانت مصاحبه اولاد الطرابلسي ان شاء الله ربي يخلصوا حال الناس كل ما دام يرجعوا فلوس الناس ولا ما عثبتتش عليه تهمه. مصاحبه باش تلعب؟ لا مش باش تلعب بتاتر باش يعمل مشروع بتاتر باش عنده باش ياخذ فلوس وفما برشا ناس كانت تحب تتقرب لسليم شبوب معناتها للغايات نفسها معناها. انا نقول لهذوما عيب كونك تجي تول للناس هذوما وكأنك عمرك ما عرفتهم معناها. راهو الحبس والمرض والموت هذيا ما يتمناهم الواحد حتى لعدوه ما يتمناهمش سورتو اش باش يعمل الميت كيما نقولوا قدام غاسله معناها الجماعه في وضعيه معناها نفوذ وقتها في وضعيه معناها ضعف صحيح في موضع ضعف صحيح كيف الانسان في موضع ضعف حاشاك نقولوا احنا المفروض ما ناكلوش الجيفه فما مثل يقول لك معناها شنو فخرتي انا في انسان في موضع في موضع ضعف ولذا ان شاء الله ربي يخفف على الناس كلها وان شاء الله بلادنا ساعه تقف على ساقها بالبدايه ونرجع نحبوا الدرب وذايا وهذه مناسبه لتونس تلعب في كاس العالم باش نعاودوا احنا كشعب تونس بالحق ولينا نكرهوا في بعضنا ولينا نقهروا لبعضنا وما عادش نحبوا في بعضنا هذه فرصه ان شاء الله ربك يحبب القلوب على بعض. امين يا ربي. رياض الجلاسي شكرا لك، سعيد جدا ان كنت ضيفي، شكرا على الجانب الذكريات اللي حكيناها وخاصه على تحليلك وتوقعاتك للمباراه استراليا. نربحوا رياض الجلاسي، اعطيني سكور. بقدره ربي يلزمنا ساعه نلعبوا ما نعطيوش ثقه للكبيره قصيت عليه نكمل ما نعطيوش فرصه لاستراليا خاطر لهذوما اللي حافظ درسه الحفاظ هذايا كي تعطيه انت اكثر وقت يزيد ياخذ برشا ثقه في روحه يولي لك عيروت دونك ما نعطيوش فرصه الدفاع معناتها انوتر بورتي بقدرة الله سامير عليهم ندخلوا بنفس الثقة ما ندخلوش وكأنها هي فرد مستوى احنا وياها نحطوها في حجمها ونضغطوا عليها ونمنوا اللي احنا باش نفوزوا بحول الله مربوح. قد سكور 3-1 لتونس. اي لتونس ان شاء الله. ان شاء الله بتفاؤل. رياض الجلاسي كملوا حلقة اليوم. شكرا لكم مستمعينا وتحية الكامل للفريق العام. نتقابلوا غدوا ان شاء الله في حلقة جديدة مع ضيف جديد. نهاركم اسعد الايام ويا مرحبا.